للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة ليفيف الأوكرانية الزميل محمد الزاوي مراسل أكسترا نيوز في أوكرانيا. محمد أهلا بك، وإطلعنا على آخر التطورات لديك والوضع الآن في ليفيف ووضع أيضا المدنيين والمواطنين الموجودين هناك. نعم ريهام، يمكن أن أبدأ معك ربما بالحصيلة التي أوردتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الجيش الروسي في الحرب الدائرة هنا في أوكرانيا، حيث ذكر بيان للقوات المسلحة الأوكرانية بأن روسيا قد فقدت فعليا نحو 14700 جندي وأكثر من 470 دبابة وكذلك 96 طائرة خلال هذه الأيام منذ بداية الحرب طبعا في 24 فبراير الماضي. إلى ذلك طبعا تتواصل المعارك خاصة في منطقة ماريوبول التي تشهد صراعا قويا جدا، وهناك حرب شوارع فعلية بين القوات الروسية التي تحاول دخول المدينة من أطرافها وكذلك القوات الأوكرانية المتمركزة في هذه المدينة وسط طبعا مخاوف إنسانية صعبة حول المدنيين هناك. كانت روسيا قد سيطرت فعليا على ميناء ماريوبول الاستراتيجي المطل على بحر أزوف، وهناك حديث عن تقدم لكن بطيء للقوات الروسية في مختلف أحياء هذه المدينة. في المناطق الأخرى طبعا ربما يبقى تمركز الصراع الحقيقي في منطقة خاركيف وضواحيها. المدينة واجهت الليلة الماضية قصف جوي روسي متجدد على عدد من الأحياء وكذلك البلدات المجاورة. حصيلة أولية تشير إلى مقتل نحو 5 مدنيين في القصف الذي حدث الليلة الماضية. على جوانب المدينة هناك معارك قوية تدور في منطقة إيزيوم التي ربما تسيطر على بعض منها القوات الروسية. هذه المدينة استراتيجية باعتبار أنها تقع في اتجاه منطقة الدنباس. بالنسبة للعاصمة كييف وفق يعني السلطات المحلية كانت ليلة هادئة، هناك هدوء حذر في هذه المدينة. اليوم العديد من المحلات التجارية وكذلك وسائل النقل قد استأنفت عملها، طبعا هدوء حذر لأن المعارك لا تبعد عن المدينة سوى ب 20 إلى 30 كيلومتر، أين تتمركز القوات الروسية هناك وتدور معارك في محور مثلث إربين بوتشي وكذلك هوستوميل. بالنسبة لغرب أوكرانيا كان هناك سماع لدوي صفارات الإنذار صباح اليوم في حدود الساعة 35 دقيقة، يعني قبل حوالي نصف ساعة من نهاية حظر التجوال الذي يمتد من الساعة 10 مساء إلى 10 إلى 6 صباحا. طبعا خفت حدة هذه الدوي الإنذارات في حدود الساعة 36 دقيقة. السلطات العسكرية هنا تحدثت عن خطر جوي كامن أثناء عمليات أو أثناء سماع صوي دوي صفارات الإنذار، وقد دعت المدنيين إلى اللجوء إلى الملاجئ. مدينة ليفيف كانت أمس مسألة استهداف مخزن أسلحة أوكرانية بصواريخ كينجال الهايبرسونيك أو الأسرع من الصوت، واستهداف أيضا معسكر لتدريب المتطوعين، ما أصداء هذه العمليات الروسية؟ كيف تبدو تحركات القوات الأوكرانية بعد هذه العمليات، خاصة وأنه منذ عدة أيام بالقرب من الحدود البولندية حتى لديكم في ليفيف كان هناك أيضا استهداف لمعسكر لتدريب المتطوعين؟ نعم، في الحقيقة هي بسبب هذه العمليات وهذا الهجوم زادت المخاوف وحالة التأهب سواء هنا في مدينة ليفيف أو في الضواحي الغربية لأوكرانيا. كما ذكرت ريهام، استهداف الأمس الذي تعرض له مخزن الأسلحة يعني صواريخ عالية الدقة، وإثرها تحدثت هنا القيادة العسكرية الغربية بأن أوكرانيا أصبحت مسرح تجارب للأسلحة الجديدة الروسية.
سمع دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق قبيل الاستهداف الروسي. طبعا تزيد المخاوف بشكل رئيسي منذ 13 مارس من هذا الشهر عند استهداف القوات الروسية لمركز يافوريف ومركز حفظ السلام والأمن الذي أدى إلى مقتل نحو 35 مدنيا وإصابة الكثيرين. طبعا وعلى إثر ذلك حالة التأهب رفعت بشكل كبير هنا في المدينة وعلى أطرافها من مخاوف الاستهداف الروسي طبعا، وتزيد المخاوف بشكل كبير بالنسبة للمدنيين القادمين من مناطق الصراع الأوكرانية، حيث تعتبر ربما مدينة لفيف هي المكان الأبرز التي ينتقل إليه أو الذي ينتقل إليه المدنيين الفارين من المعارك سواء من وسط الشرق أو جنوب البلاد. المدينة لا زالت تستقبل بشكل يومي، تتحدث السلطات عن 1000 مدني يصل إلى هنا إلى مدينة لفيف، ومنهم طبعا نسبة تبقى هنا في المدينة والنسبة الأخرى تتوجه إلى الحدود البولندية ومنها إلى مختلف الدول الأوروبية. محمد، خطر الهجوم من بيلاروسيا ما زال قائما، هذه هي التصريحات الرئاسية في أوكرانيا، وهي بالتأكيد تصريحات مهمة. إذا كان لديك أي جديد بخصوص هذا التصريح الخطير؟ نعم نهام، في الحقيقة كان مستبعدا ربما قبل نحو أسبوع أن تدخل القوات الروسية أو القوات البيلاروسية بشكل رسمي في هذا الصراع، ولذلك يعني استهداف ربما المناطق الشمالية والمناطق الغربية لأوكرانيا كان مستبعدا إلى حد ما من قبل القوات البيلاروسية، لكن يبدو أن هذا الأمر بات يزول تدريجيا، والآن هناك مخاطر فعلية من أن تدخل القوات البيلاروسية بشكل مباشر لصالح روسيا. لا يتم الحديث عن ذلك بشكل رسمي، لكن هناك أصوات كثيرة ترى بأن هناك مقدمات فعلية بدأت تظهر من أن الجانب البيلاروسي قد يستعد وقد تدفعه القوات الروسية إلى دخول هذه الحرب بجانبها. فعليا بيلاروسيا يعني بطريقة غير مباشرة هي مشاركة في هذه الحرب من خلال السماح باستخدام الأراضي البيلاروسية كمعبر تنطلق منه القوات الروسية لمهاجمة أوكرانيا. وسيطرة القوات الروسية على منطقة تشيرنوبيل وتوجهها إلى العاصمة كييف، وكذلك الضربات التي توجهها القوات الروسية لمنطقة تشيرنيهيف الواقع على الحدود البيلاروسية طبعا يشكل أمرا واقعا بأن بيلاروسيا تشكل أو تشارك بطريقة غير مباشرة من هذه في هذه الحرب. وكانت هناك دعوات من قبل المسؤولين البيلاروسيين الأوكرانيين عفوا إلى الشعب البيلاروسي وإلى القوات البيلاروسية بعدم الانجرار وراء القوات الروسية بالأجل دخول هذه الحرب وفتح جبهة جديدة سيكون صعبا على أوكرانيا التعامل معها في المرحلة المقبلة. طيب محمد، فيما يتعلق بفلاديفوستوك تبعد حوالي 4000 ميل عن كييف، أليس كذلك؟ ما الوضع فيها؟ كان هناك أيضا حرب شوارع وكان هناك حديث عن حرب بين المرتزقة، ما الوضع هناك؟ في الحقيقة منطقة الشرق الأوكراني تغلي بشكل كبير، والمعارك دائرة بها على جبهات متعددة سواء في منطقة ماريوبول أو في المناطق المحاذية لها سواء فالنافاخا، كراماتورسك وغيرها. هذه المناطق تشهد صراعا، القوات الأوكرانية تسعى لعدم إتاحة الفرصة للجانب الروسي بالسيطرة على هذه المناطق. ليس هذا فقط، ولكن حتى المناطق التي سيطرت عليها فعليا القوات الروسية، نتحدثون عن ربما خرسون وميليتوبل، هناك تجري معارك قوية جدا على أطرافها وإن كانت المدينة تحت السيطرة الروسية. لذلك الوضع على العموم مشتعل، وهناك معارك وحرب شوارع في تلك المناطق بشكل كبير جدا.
ممتاز. محمد، إذا كان لديك أي جديد أيضا بخصوص الوضع الصحي الآن، خصوصا أنه يعني في بعض الحالات أو في بعض الأمراض يضطر المرضى للانتقال لدول أخرى مجاورة للحصول على العلاج، ما هو الوضع الصحي لديك الآن في أوكرانيا؟ طبعا الوضع الصحي صعب جدا، خاصة مع استهداف القوات الروسية لعدد من المستشفيات في كبرى المدن الأوكرانية. الوضع الصحي يعني صعب خاصة في منطقة ماريوبول التي هدمت بها كما تقول السلطات المحلية 80% من البنية التحتية المدنية، من بينها هذه المستشفيات التي كان يلجأ إليها المدنيين. الوضع الصحي أيضا صعب خاصة في منطقة خاركيف التي طبعا واجهت خلال الأيام الأخيرة هجمات كبيرة. هناك العديد من المستشفيات المحلية وذات التي كانت تقدم خدمات كبيرة في مختلف المناطق قد توقفت بسبب يعني استهدافها خلال الأيام الأخيرة. طبعا هناك العديد من المراكز الصحية على غرار مركز أحمد ديت والمراكز الصحية المرموقة في العاصمة كييف، قد نقل خدماته إلى هنا إلى مدينة لفيف وأصبح يقدم خدماته من هنا. هناك المنظمات إنسانية تدق ناقوس الخطر في الحقيقة في هذا المجال في العديد من المناطق بسبب نقص الأدوية وكذلك استهداف المراكز الطبية التي لم تستطع التعامل مع الحالات الكبيرة للمرضى وكذلك للمصابين، وحتى هناك حالات وفيات كبيرة في هذه المناطق. طيب محمد، فيما يتعلق بماريوبول وهي يعني ربما المفتاح لكثير من الأمور في هذه المعادلة، كيف كانت تحركات القوات الأوكرانية؟ ذكرت أن هناك حرب شوارع الآن تحدث في ماريوبول، كيف كانت التحركات الرسمية من قبل القوات العسكرية الأوكرانية بعدما أعلنت البارحة أنها فقدت بشكل مؤقت الوصول إلى بحر أزوف؟ نعم، فعليا أوكرانيا تكون فقدت ربما آخر ميناء لها على بحر أزوف من خلال فقدان ميناء ماريوبول. ما يتم الحديث عنه هو معارك قوية ووضع إنساني صعب. المعارك القوية تجري يعني هي معارك شوارع بين القوات الأوكرانية المتمركزة هناك وكذلك القوات الروسية مدعومة من القوات الانفصالية التي تسعى لدخول هذه المدينة عبر محاور مختلفة. حديث عن سيطرة روسية ربما على أجزاء من هذه المدينة، لكن الوضع العام يشير إلى ربما إلى صعوبة للقوات الروسية في الدخول لأن هناك مقاومة شديدة من القوات الأوكرانية. تحدثت السلطات الأوكرانية الرسمية بما فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي كبير من أجل تجنب ربما مجزرة على حد وصف الجانب الأوكراني، باعتبار أن هناك الكثير من المدنيين الذين ما زالوا في هذه المدينة يقضون أيامهم دون كهرباء دون ماء ونضب كبير للمواد الغذائية الأساسية وكذلك صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. المعارك، هناك معارك كر وفر، معارك شوارع، معارك قوية، وهناك استهداف من خلال الدبابات وكذلك الطائرات الروسية. هذه نقطة مهمة، يعني نريد أن نتحدث بالفعل أكثر عن التداعيات الاقتصادية لهذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خصوصا أنه التداعيات الاقتصادية عفوا يعني تنعكس على العالم كله، ولكن بالتأكيد في الداخل حيث تجري هذه العملية بالفعل على الأرض بالتأكيد أن الوضع مختلف عن باقي دول العالم. حدثنا عن هذه التداعيات لديك محمد. نعم، فعليا أوكرانيا هي أكبر متضرر من الناحية الاقتصادية بهذه الحرب بسبب استهداف ربما المنشآت الكبرى، المنشآت الصناعية، المؤسسات الكبرى، توقفت الكثير منها، رغم أنه خلال الأيام الأخيرة هناك محاولة للتكيف من قبل هذه المؤسسات مع واقع الحرب.
مثلا اليوم الأخير أعلنت سلطات في مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا عن استئناف نحو 20 مؤسسة كبرى لأعمالها في المدينة، محاولة التكيف مع هذه الحرب بطريقة أو بما. لكن فعليا هناك وضع اقتصادي صعب إن لم يكن كارثي في الكثير من المناطق، خاصة في المناطق الشرقية، مناطق زاباروجيا وفي مناطق ماريوبول كان هناك استهداف لمصانع كبرى للحديد والصلب والذي يعتمد عليه الاقتصاد الأوكراني بشكل كبير. هناك مؤسسات زراعية كذلك توقفت عن أعمالها، الشركات الصناعية والشركات ربما الصغيرة أيضا كان هناك توقف، هناك صعوبة اقتصادية. من محاولات التكيف ربما أن بعض القطاعات أو بعض قطاع الأعمال يحاول نقل مقراته إلى هنا، إلى المناطق الآمنة في غرب أوكرانيا. كان حديث هنا للسلطات المحلية في لفيف عن محاولة تسهيل انتقال أعمال الشركات من مختلف المناطق سواء في جنوب شرق أو وسط البلاد إلى لفيف وباقي المناطق الأوكرانية. لكن على العموم هناك وضع اقتصادي صعب، وهناك إجراءات تحاول الحكومة الأوكرانية اتخاذها للتعامل مع هذه الطوارئ، وكذلك لتجنب المزيد من الانهيار الاقتصادي لأوكرانيا، لأنه هناك حديث عن فقدان أوكرانيا لحوالي 35% من قوتها الاقتصادية جراء هذه الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضي. إذن شكرا جزيلا لك الزميل محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز في أوكرانيا على كل هذه التفاصيل.